أرجو توضيح لاعب الميسر ما هو ولماذا سمي ميسرا؟ الميسر هو القمار، وهو المغالبة الباطلة، المغالبة الباطلة، كأن يتراهن اثنان إن كان الأمر كذا فعليك كذا، وإن كان كذا فعلي لك كذا، فهذا من أكل المال بالباطل، لا يجوز لأنه بغير حق. ولم يباح من المراهنات إلا ما جاء الشارع بإباحته، وهو المسابقة على الخيل والإبل والمسابقة في الرماية، هذه يجوز أخذ العوض عليها لأنها من وسائل الجهاد ومن التدريب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما ما عداها من المراهنات فإنها لا يجوز أخذ المال عليها لأنه أكل للمال بالباطل. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالخمر والميسر يصدان عن ذكر الله ويلهيان عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويسفهان الأخلاق مع ما فيهما من أكل للمال بالباطل بغير حق. والأموال محترمة ومصونة، وهي مسؤولية على أهلها، ليس لهم الحرية في أن يعملوا فيها ما يشاءون، بل لا يعمل الإنسان في ماله إلا في حدود ما يأذن به الشارع، وإلا فإنه محاسب على ما ضيع من أمواله. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم.